ما ذكره الله عز وجل في القرآن على لسان الأنبياء؟ وهل يصح القول بأن المعنى من عند البشر لكن بصياغة ربانية؟ المعنى من عند البشر؟ أي نعم. هذا قول الجهمية، هذا ما قالها أحد، ما قال إن المعنى من عند البشر واللفظ من الله، هذا ما قاله أحد إلا هذا الجاهل. الأشاعرة يقولون المعنى من عند الله واللفظ من البشر، المعنى من عند الله وأما اللفظ فهو من البشر، هذا قول الأشاعرة. الجهمية والمعتزلة يقولون اللفظ والمعنى من قول البشر وليس من قول الله. أما أن يقال العكس، المعنى من عند البشر والصياغة واللفظ من عند الله، هذا قول محدث ما قاله إلا جاهل لا يدري ما يقول. نعم.